ما أكرم رحمتك يا الله، بنو البشر في ظل جناحيك يحتمون، يروون من دسم بيتك، من نهر نعمك تسقيهم، لأن عندك ينبوع الحياة، لأن عندك ينبوع الحياة، بنورك نرى نور يا رب. أدم رحمتك للذين يعرفونك وعدلك للمستقيم القلب. لا تأتني رجل الكبرياء ويد الأشرار لا تزحزحني. في هذا الزمن يا رب، في هذا الزمن، دي صلاتنا ودي طلبتنا، يلي عندك ينبوع الحياة، يلي بنورك نقدر نشوف نور. أشكرك لأنه لم تعوزنا شيء من الخير، وأشكرك رغم نقصان وقلة حاجات كتيرة تعودنا عليها، هتفضل أنت ينبوع الماء الحي يا رب، هتفضل أنت صاحب الإيد الممدودة والمفتوحة اللي تشبع كل حي رضا من غناك. أنا ببارك اسمك أنك في هذه الأيام يا رب بترفع قلوبنا مش عشان أكل وشرب، بترفع قلوبنا مش عشان حياة بتتقضى يوم بعد يوم، بترفع قلوبنا عشان نبحث، عشان نفهم، عشان نستوعب عمل نعمتك في حياتنا يا رب. يا رب أنا بشكرك لأنه كلمتك بتقول أن الوقت منذ الآن مقصر، وأنا بصلي من كل قلبي يا رب، لسه قلبي مرفوع لك وبقول لك يا رب استخدم كل اللي بيحصل إنك تولد جيل جديد يا رب، استخدم كل اللي بيحصل إنك تدينا نفوس وقلوب مختلفة عن كل الزمان اللي فات يا رب، نفوس عايزة تعيش اللي باقي من عمرها بتمجد اسمك، عايزة تعيش في ملء مشيئتك، عطشانة وجعانة وبترغب وبتريد مع كل يوم المزيد منك والمزيد من إعلانك والمزيد من شخصك في حياتنا يا سيد رب. شكرك لأنه كلام الحياة الأبدية هو عندك، وأنا بصلي الآن يا رب فيض روحك يأتي علينا يلمسنا يبدلنا يغيرنا يكشف لينا جزء من قلبك يا رب، تعلنوا لينا النهاردة واحنا بنجتمع حواليك عشان نسمع كلمة الحياة يا رب. شكرا لأنه مكتوب عن كلمتك يا رب إنها كمطرقة تحطم الصخر. صلاتي من كل قلب تيجي كلمتك تكسر كل عناد موجود فينا يا رب، كل أساوة قلب تيجي تدينا يا رب النفوس لينة وسمح لك إنك تشتغل عليها علشان تكون على صورتك وعلى شبهك اللي انت عايزها. اليوم انا بدي لك كل مجد يا رب، لسه رب واقفين قدامك بنذكر يا رب، بنذكر الناس اللي فقدت احبة يا رب، اللي اتخطف منهم ناس يا سيد رب في هذه الازمة وفي هذه الضيقة. شكرك لانك انت اله كل تعزية، انت ابو الرأفة اللي تعزينا في كل ضيقتنا عشان نقدر نعزي الذين هم في كل ضيقة. اسكب زيت نعمتك على القلوب النهاردة يا رب، طيب الكل في رضاك وفي محبتك. منصلي لأجل إخواتنا وأخواتنا رب اللي موجودين في أي مكان رب، ليهم تعامل مباشر مع مرضى مع متألمين يا رب، أنا بصلي في اسمك لأجل حماية عليهم، حماية على أعصابهم، على أنفسهم، على بيوتهم، على أولادهم، على كل ما ليهم. شددهم بنعمتك وارسل قدرتك وقوتك اللي لسه تنفخ فيهم رب نفخة حياة، يعملوا عملك، يقولوا يصنعوا خير لأنك أنت إله الخير في حياتهم يا رب. ملناش غيرك، أنت سترنا، أنت حمانا، أنت غطانا، وإحنا جايين النهاردة بنستتر بيك يا رب. بدي لك كل مجد في اسم يسوع يا سيد. آمين. أهلا وسهلا بكم مرة تاني في اجتماعنا يوم الخميس. بكرة إن شاء الله هيكون موجود على السايت بتاع الكنيسة الأسبوع الـ 12، بنكمل مع بعض زمن أيادي مفتوحة، هنبتدي الأسبوع الـ 12 مع بعضينا بعد بكرة إن شاء الله. زي ما بفكر في كل يوم خميس، جهز حالك يوم السبت إن إحنا نكون بنكسر خبز مع بعض. السبت اللي فات إحنا حكينا شوية عن شخص الروح القدس. يوم السبت بمشيئة الرب هيكون صباح عيد الخمسين بالتقويم الغربي،
هيكون لنا وقفة بنعمة الله إن إحنا نيجي نتكلم على هذا الأمر إنشاء الرب لينا وعشنا. كتابك المقدس معاك، رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا أصحاح 12. رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا أصحاح 12. ما أكرمك يا رب، ما أكرمك. من عدد 4 بتقول كلمة الله: فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. النبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبالسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبالسرور، المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر، ملتصقين بالخير، ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حرين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. ارفع صوتك معايا وقول: باركوا ولا تلعنوا، باركوا ولا تلعنوا. فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعضا اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتطعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. إن جاع عدوك فاطعمه، وإن عطش فسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. أمين. الليلة احنا بنكمل اللي ابتديناه الأسبوع اللي فاتت، واللي فيه احنا بنتكلم فيه على اللي فيه صمنا وصلاتنا في البرنامج بتاعنا، إنه زمن أيادي مفتوحة، زمن أيادي مفتوحة. وأنا ذكرت مرة فاتت ثلاث حاجات في الأيادي المفتوحة: زمن قيادة إلهية، ربنا يمسك إيديك لو أنت فاتح إيدك، ربنا ومسلم بين إيديه حيمسك إيدك علشان يقودك. زمن القيادة الإلهية لازم تكون بتثق في اللي أنت هتسلم له، لازم تكون لما بتثق تعرف تسلم له، ولما تثق وتسلم هتكون خاضع تحت إيديه ومصدق في اللي ربنا بيقولك عليه، مفيش روح للتمرد موجود في حياتك. طيب، قبل ما نخش على اللي ربنا هيقوله لنا في النقطتين التانيين، ان هما زمن علاقات صحية وزمن مشاركات سخية، نفسي اقول على حاجة النهاردة. لو احنا بنتكلم على زمن قيادة إلهية، انتوا معايا ولا مش معايا؟ زمن قيادة إلهية. وانا بفكر هذا الاسبوع وانا بصلي كده، الانشغال اللي احنا موجودين فيه جميعا، هذا الانشغال، مين وقع، مين اتصاب، مين عي، هيفتحوا هيقفلوا، الاعداد بقت كام، ما بقتش كام، ده الشغل الشاغل للأغلبنا على ما أعتقد. لكن بتكلم لينا كمؤمنين، بتكلم لينا كمؤمنين، وأنا بصلي في هذا الأسبوع ربنا حط جوا قلبي حاجة نفسي أقولها لكل واحد، نفسي أقولها لكل واحد بيسمعني وكل واحد بيشاهدني في هذه الأيام. هل الله كلمك بكلمة؟ هل الله وعدك وعد؟ هل الله اتكلم على حياتك السنة دي، السنة اللي قبليها، ولسه حاجات ما تحققتش؟ خليني أسألك سؤال، هتتحقق إمتى؟
صدقني مش شايفين ولا عارفين، مش عارفين أساسا هي هتخلص ولا هي الحياة كده انتهت ولا. إلهنا أمين، وبتقول كلمة الله أن الذي وعد هو أمين. وأنا بصلي النهاردة، بصلي للمؤمنين، بصلي لإخواتي وأخواتي، بصلي لكل من يسمع ومن يرى. كلمة الله بتقول، بطرس الرسول بيقول في رسالته الثانية أصحاح واحد هذه الكلمات، وعندنا عدد 19، عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع، مش هقول بعيد عنك لأن احنا موجودين فيه، في موضع مظلم. الموضع المظلم اللي أنا وإنت موجودين فيه، هذه هي الساعة وهذا هو الوقت إنك ترجع وتتذكر وتصلي بالكلمة النبوية اللي اتقالت على حياتك، اللي ربنا كلمك فيه، اللي قاله لك في تفاصيل حياتك، اللي كلمك على الخطوات اللي جاية، اللي وعدك بيه إنه يكون. اوعى تستسلم لروح الموت، اوعى تستسلم للكآبة اللي حواليك، اوعى تستسلم للظلمة اللي بتحيط من كل جانب. اقف وانت بتعلن كلمة الله وقول ليكن لي كقولك، ليكن لي كقولك. اللي حيعمل الفارق معاك وفي حياتك في هذه الأيام إنك راجع ماسك بالكلمة من تاني بتصلي بيها، وإنت بتصلي بيها هتعمل إزاحة. من كم يوم كنت بكلم أخ في التليفون، قلت له الرب كلمني النهاردة على حاجة نفسي أقولها لك، أربع كلمات بس. الأربع كلمات هما خلاصي قريب من خائفية، خلاصي قريب. وقلت له خلاصه قريب منك في الزمان وفي المكان، خلاصه قريب منك في الزمان انه جاي بسرعة، وفي المكان، في المكان هيعمل ايه لما يكون خلاصه قريب، لانه هو النور هيزيح الظلمة بعيد عني وعنك. طريقة تفكيرنا هتختلف لما نشوف النور قريب مننا. وأنا بصلي لينا كلنا، أنا بصلي لشعب الله في كل مكان، ما تستسلمش، ما تفضلش نايم وليلك نهار ونهارك ليل، قوم وانتفض من تاني، امسك بالمواعيد، امسك بالكلمة، امسك بالربنا كلمك بيه، وانت مصدق انه حتى وانت في وادي العظام وكل حاجة مكسرة وميتة، الإله الذي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر هيقول لك قوم وقف وتنبأ من تاني، والحياة هترجع أفضل مما كانت. لو ده زمن، زمن لقيادة إلهية مش قيادة وزارة الصحة، سمعني ولا مش سمعني، مش زمن قيادة الصحة ولا قيادة منظمة الصحة العالمية ولا أي، مع احترامي للجميع، ده زمن يحدده الرب القدير بجيش لي هنا موجود على الأرض مسكين كلماته، بيعلنوا اللي هو بيقوله وبيقولوا ما قاله الرب العلي، كما في السماء كذلك على الأرض، كذلك على الأرض، كذلك على الأرض. في الزمن اللي احنا عايشين ده بيفكرني، فاكرين في مرة من المرات كان في غزاة جم على الأرض على إسرائيل، فوقف إليشع النبي بيقول بكرة 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 كلة الشعير هتبقى فواقف حارس جندي على الباب، قال له أصل السماء هتفتح وتمطر علينا عشان تيجي، بكرة هيجي وانت مش هتاكل منه لأنك مش مصدق. 24 ساعة حصل وتم، وهذا الجندي اداس من الناس اللي خرجوا برا الأبواب عشان يجيبوا الغنائم اللي موجودة برا. إلهي وإلهك قادر انه يغيرها في 24 ساعة، قادر انه يغيرها، قادر انه يغيرها، بس محتاج ناس من النهاردة تقول له انا مصدقك لو انت هتعملها، انا متوقعك لو انت هتعملها، انا اول الناس اللي موجودة، رامي خوفي ورايا، رامي قلقي، رامي اضطرابي، رامي الحاجات اللي مسكاني وخنقاني، وشايف نورك حتى لو كل البيبان اللي حواليا مقفلة، حتى لو الظلمة موجودة في كل ناحية، انا عارف انك انت النور اللي هيشرط يا رب، وأنا مصدق فيك. ارجع امسك بكلمة الله من تاني، ارجع امسك بالوعد من تاني، امسك صدقني مودك هيتغير، صدقني مودك هيتغير، تفكيرك هيتغير، نوع جديد من التفكير، مش يأس، أمل ورجاء راجع من تاني،
وانت بتفكر تقول للرب انا عايز اشوف انت هتعملها ازاي، انا متوقع ومستني يدك الكريمه. كم واحد مصدق ان لسه الهنا بيصنع الايات والعجائب؟ جرى يا جماعه احنا بقينا في دين ولا ايه؟ بقينا في كتاب حفظ بنحفظه ومش فاهمين فيه حاجه. الهنا لسه صانع الايات والعجائب وحده، ومحتاج ناس هنا في الارض يقولوا انا مصدق فيك انك انت الصانع الايات والعجائب وحدك. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك. سامحوني بس لاجل حماسي، بس قلبي مشغول بده، قلبي مشغول بده، قلبي مشغول وقلبي حزين لما بشوف كتير مننا واقعين ومكسرين. ربنا يكون في عون الجميع، بس جه الوقت لملم نفسك من تاني، لملم نفسك من جديد، لملم مواعيد الله في حياتك، وقف من تاني. مش مكملينها بالعيان يا بني ادم، مش هننفع نكملها بالعيان، ده وقت لازم نكمل فيه بالايمان، والإيمان هو اللي حيصنع الفرق في حياتي وحياتك. هللويا. زمن قيادة إلهية. حد معايا نفسه يسلم بين إيديه؟ حد معايا نفسه يسلم بين إيديه ويديله، يديله كل اللي عندنا. أنا بديهولك، أنا بدي. وأولهم، أول حاجة فيهم خوفي. أول حاجة فيهم، أول حاجة تعال هنا، تعال أول الطابور، أنت بالذات تعال أول الطابور. خوفي أول واحد، خوفي حيمنعني اني اشوفه، خوفي مش هيديني الامان، خوفي حيسد وداني اني اسمع صوته. عشان كده محتاج ان انا الخوف سلاح الشرير مش سلاح الرب. الله لم يعطينا روح الخوف او التخويف، بل روح القوه والمحبه والنصح ضبط النفس. زمن ايادي مفتوحه، ايادي فيها بنسلم للرب اللي بيقودنا. لو سلمت ان هو يقودك يجيبك للزمانين التانيين دول. نمرة اتنين، زمن علاقات صحية. زمن العلاقات الصحية بنقول زمن ايادي مفتوحة، وايادي مفتوحة معناها انك مدد ايدك، مدد ايدك بتسلم على حد، مدد ايدك بتحط حياتك في ايدين حد تاني. كرونسولا 16:20 ذكرناها المره اللي فاتت، سلموا بعضكم على بعض بقبله مقدسه. شكل خارجي من بره، كلنا محرومين دلوقتي، احنا في زمن التباعد الاجتماعي. ليس من الله صدقني، من الشرير، لان كلمه الله بتقول حاجه مختلفه وعكس كده. سلموا على بعضكم بعض بقبله مقدسه. الشكل الخارجي بيعبر عن قناعة داخلية موجودة فينا. في زمن العلاقات الصحية خلينا 1 2 3. نمرة 1 لنفهم المبادئ، نفهم المبادئ. مرة تاني نرجع للتصميم، نرجع للكتالوج. أي حاجة عايز تدور عليها ارجع للكتالوج. بيقول الحاجة دي تصممت ليه، اتعملت ليه. لما تفهم اتعملت ليه تفهم الغرض اللي علشانه اتعملت، تعرف الطريقة والقوة اللي تمشي بيها عشان تحقق اللي اتخلقت علشانه. في رومية أصحاح 12 عدد 4 و5 تقول كلمة الله: فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. هكذا نحن الكثيرين، إحنا الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر. الكتالوج بيقول إيه؟ الكتالوج بيقول إن إحنا جسد واحد. الكتالوج بيقول إيه؟ بيقول إن إحنا أعضاء مختلفة في الجسد الواحد. الكتالوج بيقول إيه؟ بيقول إن الأعضاء المختلفة ملهاش نفس العمل، ليها أعمال مختلفة. مشكلتنا إن إحنا فاكرين إن إحنا كلنا لازم كل واحد يبقى زيي، وزي طريقة تفكيري، وزي اللي أنا بفكر فيه لأنه أحسن حاجة. ده مش موجود في التصميم، ولو فهمنا التصميم هيساعدني ويساعدك إزاي تكمل المشوار لقدام. جذور التصميم موجودة في كلمة الله من البداية، تكوين 2:18: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. التصميم بيقول إن أنا وإنت مش مخلوقين على الأرض نكون لوحدنا. ليس جيد، قول معايا ليس جيد.
ليس جيد، مش كويس، مش كويس، مش كويس أبدا. والكلمة بتقول هنا أنه الله جوه قلبه، وهو بيقول لآدم وحواء اثمروا واكسروا واملأوا. خد بالك البركة بالجمع، اثمروا واكسروا واملأوا الأرض. ده تخطيط وتصميم الله أنه يخلق في الإنسان أن يكون كائن علاقاتي، أو كائن بلغتنا الحديثة اجتماعي. خلاص عنده ألفة وونس مع الآخرين اللي على شبهه واللي على صورته. الرب عايز يخلق أسرة، عايز يعمل عيلة، وبعد كده قبيلة، ومن القبائل يصنع أمم وشعوب. لكن مرة تانية رجعني ويرجعك، أنا بتكلم النهاردة كمؤمنين إن إحنا بقينا جسد المسيح. ممكن ترجع تراجع ده بتفصيل أكتر في كورنثوس الأولى أصحاح 12. كلنا بلا استثناء، ما عرفش كم واحد فينا يحب القصة دي، لكن لي على الأقل الوحدة قاسية ومرة جدا 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 في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. كلنا مفتقدين الحياة الاجتماعية، مفتقدين نسلم على بعض ونشوف بعض صدق وحشني فلان، مع انه يعني هو غتيت يعني متعب شوية، بس صدقني وحشني. يعني حاجة غريبة قوي انه في حاجة احنا بنفتقدها في عشرتنا وفي شركتنا مع بعض. الله خلقنا، نفهم المبادئ، ربنا خلقنا عشان نكون وحدة واحدة وجزء واحد في جسد واحد. سفر الجامعة اصحاح 4 بتقول كلمة الله، كلمات قالها الحكيم كلمات رائعة. جامعة 4 وعدد 9، اثنان خير من واحد لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة، لأنه إن وقع أحدهما يقيم رفيقه، وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثان ليقيمه. أيضا اضطجع اثنان يكون لهما دفء، أما الوحد فكيف يدفأ. إن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان، والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. واصلة. طيب في حاجة بيسموها باي ديفولت، يعني مصنوعة جاية مع الجهاز كده. أنا وإنت الجهاز بتاعنا مصمم ما نكونش لوحدنا، ما ينفعش نكون وحدنا، ما ينفعش كده، لازم نكون مع آخرين حوالينا. نفهم المبادئ إن إحنا نكون مع بعض جسد واحد، إن إحنا نكون في شراكة مع الآخرين. نمرة 2، نتفهم الواقع. ما هو الواقع؟ الواقع بيقول الواقع بيقول إنه هذا التصميم الرائع اتشوه. هذا التصميم اللي ربنا خلقه للأسف خرب. أول ما الخطية حصلت، الرب جه بيكلم آدم، بيقول لآدم إيه اللي حصل؟ يقول له مش أنا على فكرة، المرأة اللي أنت اديتهاني. كلم المرأة مش أنا على فكرة، ده الحية. التصميم لما بيخرب أول حاجة فيه بتبان الخوف من تحمل المسؤولية. نمرة 2، يلا نفسي. نمرة 3، لوم الآخرين. أوكي، هو اللي غلطان، مش غلطتي أنا. التمزق بيحصل، صدقني، منين ما الخطية؟ ولأن إحنا نفوسنا مليانة في الداخل بحاجات كتيرة، في اختيارات غلط مولودين بيها، عشان كده علاقتنا مش بتمشي في أفضل صورة، لأنه لسه كتير من التشوه اللي حصل في الأصل موجود في حياتي وحياتك. لكن أنا بتوقع أن الذين افتداهم يسوع المسيح رجع اداهم شكل جديد وفكر جديد في الخليقة الجديدة، يرجعوا زي ما الآب خلقهم في البداية. خلقهم هم محتاجين لبعض، خلقهم وهم مقدرين بعض، خلقهم وهم كل واحد منهم ليه عمل مختلف وليه موهبة مختلفة وليه نعمة مختلفة. والنعمة المختلفة والعطية المختلفة لكل واحد فينا بتكمل الآخر. مش قصة أحسن ولا أفضل، قصة إنه كلنا محتاجين. صباع الكبير هي أحسن من صباعي الصغير، لا أنا محتاجهم هم الخمس، أنا محتاجهم، أنا مش عاجبني، لا أنا عاجبني صباعي ده، لو فيه مدة مش عارف أنام وأروح للدكتور وجسدي كله سخن متفاعل معاه وحاسس بيها.
احنا محتاجين بعض. احنا مش محتاجين نقطع بعض، احنا محتاجين نشفي بعض، محتاجين ان احنا نتلملم على بعض اكتر. ليه؟ لانه التصميم اللي صممه الله اننا نكون مع بعض. احنا مش زي بعض، قول معايا احنا مش زي بعض ولا عمرنا هنكون. ارتاح بقى، ارتاح بقى، ارتاح 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 كده وفك الحزام اللي انت يعني متهيب. احنا مش زي بعض ولا عمرنا هنكون. مش مسؤوليتك انك تخلي الاخرين زيك، مسؤولية الروح القدس انه يغيرهم ويشكلهم الى صورة يسوع المسيح. تخيل انا المختلف عنك 180 درجة، انت صورة من المسيح وانا صورة من المسيح. ليه؟ لانه مهما طبعنا مليارات الصور مش هنجيب صورة يسوع المسيح الكاملة غير لما نروح ونقابله ونكون زيه هناك. واقعنا اللي احنا موجودين فيه واحنا مختلفين، نفسي نرضى ونفهم ان احنا مختلفين. ولما نفهم ونرضى ان احنا مختلفين قادرين ان احنا نقبل احدنا الاخر. ولما نقبل احدنا الاخر، تعرف ان الوان قوس قزح فيها سبع الوان بيقولوا، يعني بالنسبه للرجاله، بالنسبه للسيدات يمكن فيها مثلا 700,000 لون ولا حاجه متدرجه، كتير جدا. لكن بديعه، الله خلق الوان مختلفه، هو بيحب التنوع وعنده بس التنوع ده مش عاجبني الحقيقه. مش لا لا، انا محتاج اني اتاقلم معه، انا محتاج الى مزيد من النعمه، انا مزيد من روح الله انه يكون موجود، مزيد من اليد اللي متسلمه لي اللي تعرف تمسك بيا وتقودني الى السلام يوم بعد يوم، تقودني في الخطوات اللي بيها. كم واحد بيصدق ان الرب قبله زي ما هو؟ لما قبلني وقبلك زي ما احنا، ليه مش قادرين نقبل بعض زي ما احنا؟ المبدأ بيقول ان احنا جسد واحد. الواقع بيقول ان احنا مختلفين وعايشين مع بعض فحنحك في بعض. طب بلاش الحك، مش عايز حك، خلي الزيت يزيد، خلي الزيت ماله، بس هيكون الحك برضو، لانه الحك لابد. كلمة الله بتقول في أمثال 27:17 الحديد بالحديد يحدد والإنسان يحدد وجه صاحبه. الناس المختلفين عني اللي ربنا سمح أنهم يكونوا موجودين في حياتي، الله هيستخدمهم لأجل تغييري. هلو، هيستخدمهم لأجل دي العين اللي قادرة تشوف واللي قادرة تلاحظ ربنا بيعمل إيه. الواقع اللي أنا نفسي أقوله لك، لا مفر من وجودهم. مش دايما هم وحشين وانا كويس، ولا دايما هم كويسين وانا وحش برضه. مرات هم كده وانا كده، ومرات انا كده وهم كده. الاحتماليه موجوده، لكن احنا كلنا محتاجين بعض، ولاننا محتاجين بعض احنا محتاجين ندي لربنا فرصه يشتغل علينا. مش هعرف اعيش من غيرهم ولا هم هيعرفوا يعيشوا من غيري. نمره 3، نمرة 1 هنفهم المبادئ، نمرة 2 تفهم الواقع، نمرة 3 تجاوب بحكمة. فهمت؟ تفهمت؟ اتجاوب. اتجاوب بحكمة. ايه الحكمة اللي تتجاوب بيها؟ لما ايديك مفتوحة ومسلم بين ايدين الرب علشان يقودك ويقود خطواتك، افهم ان ابوك السماوي عايز يشفي قلبك وقلبهم. هو دفع ثمن لكده، صدقني دفع ثمن لده، دفع ثمن لده. الله مش عايز يهد بيتك، الله مش عايز يكسر علاقاتك، الله عايز يشفي ما في له. وليه وسائل مختلفة، ليه وسائل مختلفة. هو اللي يعملها مرات ان هو يقطع حاجة من حاجة علشان يبعدك عشان يكمل شفاك، ومرات تانية يجمع حاجات مع بعضها علشان يقدر يشفي ويصنع اللي جوه قلبه. أعظم ما أوصى به الله وعايزنا نعيشه ونحياه ونستمتع بيها، مش بس وصية لكن حياة، متى 22. واحد سأل وقال ايه هي الوصية الأولى والعظمى؟ تقول كلمة الله عدد 37، قال له يسوع تحب الرب إلهك
من كل قلبك، من كل نفسك، من كل فكرك. هذه الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. اسمعوني يا جماعة، اسمعوني، اسمعوني. صلاتي في هذه الأيام ربنا يدينا روح إعلان وفهم واستنارة. إحنا ما نعرفش نحبه إلا إذا اختبرنا حبه الأول. سمعني ولا مش سمعني؟ نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. حبي ليه رد فعل، حبي ليه رد فعل. عمر حبك ما الله يكون فعل، مش أنت البادئ، هو اللي بادئ في كل الأوقات، هو اللي بادئ. ولأنه حبي ليه رد فعل، أنا تعلمت لأنه اديته إيدي ومسكني، وراني يعني إيه حب، وراني يعني إيه غفران، وراني يعني إيه قبول، وراني يعني إيه رحمة، وراني يعني إيه طول أنا، وراني يعني إيه إنه بيغسلني وينظفني ومطول باله عليا في كل يوم. لما دم وريني وأنا قادر أقول له أنا من قلبي وفكري وأعماقي أنا ححبك. والحب بالنسبة له مش ترنيمة، الحب بالنسبة له مش شوية فلوس بديها، الحب بالنسبة له اختبار الحب الحقيقي مش مع الله الغير مرئي، مع أخويا المرئي اللي أنا شايفه قدام عينيا. لما بشوفه قدام عينيا هنا اختبر إذا كنت بحبه ولا لا، هنا أعرف إن كان في محبة بيني وبين الآب لما ده ينعكس على حياة أخويا اللي عندي. كم واحد مصدق إن ربنا هو اللي أخذ المبادرة؟ أوكي تمام. لما تحب قريبك كنفسك زي ما هو عمل معاك، هو أخذ المبادرة، يبقى أنت تبقى أنت تعمل إيه؟ تأخذ المبادرة. الحب أنك تأخذ مبادرة. مش بلعني هو الغلطان الأول، ما إحنا اللي غلطانين فيه أول وآخر، صدقني إحنا اللي اخطأنا في حقه وصلبناه وبهدلناه، ورغم كده هو اللي عمل إيه؟ أخذ المبادرة ناحيتنا. هو ده الحب. والحب اللي يبان بينك وبين الآخر، الحب الحقيقي، إنك تيجي على نفسك، أنا بقول لك تيجي على نفسك وتحط تحتيها 20 خط وتاخد مبادرة. تاخد مبادرة تغفر، تاخد مبادرة تسامح، تاخد مبادرة تمد إيدك بمعونة للي حواليك. متى 5:9 تقول كلمة الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله. صناعة شحة اليومين دول، صناعة شحة 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 جدا جدا جدا، قليلة يعني قليلة. ليه؟ لأن السلام مش مجرد كلام ومش مجرد كلمة بتقولها، هو صناعة، صناعة محتاج نسهر عليها ونحط فيها رأس مال. ومرات رأس المال أعصابك، ومرات رأس المال كرامتك، ومرات رأس المال حقوق ليك تتنازل عنها علشان تصنع سلام. مش بتكلم على الناس الضعيفة، دي الناس القوية. كم واحد مصدق أن الصليب ضعف؟ طبعا ضعف، طبعا ضعف، طبعا ضعف. ليه الناس مش مصدقه ان الله الحي القدوس مربط بمسامير على الصليب؟ ان كنت انت ابن الله خلص نفسك ويانا يا اخي. صلب من ضعف بتقول كلمه الله. لكن حاجه بتقول لنا في كلمه الله، ان ضعف الله اقوى من الناس. ضعف الله ماله اقوى من الناس. امتى هيجي الوقت اللي ادرك فيه ان ضعفي بقى هو مصدر قوتي؟ ضعفي بقى هو الحتة اللي أنا بحطها قدام الله أستمد قوته. هو لما أقول له أن أنا تعبان، أنا مش قادر، أنا محتاج إلى معونة من عندك، ويقول لي فيها تكفيك نعمتي. نعمتي هتكفيك أنك تعدي في وسط الشوكة، أنك تعدي في وسط الألم، أنك تعدي في وسط المحنة اللي بتعدي فيها، نعمتي هتكفيك. وأنا بقول من كل قلبي النهاردة، واحنا بنقول ان احنا عايزين علاقات صحية نعيش فيها. رومية 15:7 تقول كلمة الله، فاقبلوا بعضكم بعضا كما قبلكم المسيح لمجد الله الآب. مش هينفع تعملها لنفسك، اسمعني عشان نجيب من الآخر الله يخليك، عشان احنا تعبانين في الحدوتة. مش هينفع تعملها، ميل على حد جنبك وقول له مش هينفع تعملها لنفسك، مش هينفع تعملها بنفسك، مش هينفع. لازم هو يساعدك فيها، لازم تتكل عليه، لازم الإيد دي تبقى ممسوكة الأول في الإيد الإلهية عشان يقدر يقودك، علشان نقدر ندي، وعشان نقدر نعمل حاجة مختلفة. جزء اللي قريناه رومية 12:18 تقول كلمة الله، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. قبل ما تفتح إيديك لأخوك افتح إيديك للرب،
حولك مرة في كل يوم افتح ايديك للرب، وانت بتفتح ايديك للرب اتنازل عن حق النقمة. مرات كتير احنا بنفتح ايدينا لبعض بس مليانه، ايدينا مليانه زلط وحصو وحاجات ماسكها عليك وامور هضربك بيها وقذاره وزباله مسكتها من حاجتك وموبايلك وتليفونك ولا ماسك قد كده كبشه وعايز افتح لك ايدي. مش ده الوقت اللي تقدم فيه، مش ده الوقت اللي تفتح فيه ايدك. افتح ايدك للرب الاول، نظف ايدك هناك وروح لاخوك بايد مغسوله بالدم زي ما الرب بيمد ايده كل مره ليك، ايده مغسوله بالدم. كم واحد فينا الله بيمد له الايد وماسك عليك حاجه ضدك؟ يا امراه اما دانك احد؟ ولا انا ايدي ناحيتك بيضة ايدي ناحيتك ممدودة عشان اقبلك وعشان اخدك من تاني. وربنا بيقول ان ده وقت عايز يصنع ده في قلوبنا وعايز يصنعه في حياتنا. لا تعطي مكان لابليس، لا تعطي مكان للشرير انه يكون موجود في حياتنا في هذه الايام. افسس 4:32 اخواتي بتوع مدارس الاحد الله يمسيهم بالخير جميعا، كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفقين متسامحين كما سمحكم المسيح أيضا. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، أعطوا مكانا لغضب الله. ليه النقمة؟ أنا يا أخي حاجة جميلة لما يكون هو اللي هياخد حقك. يا مين ده اللي هياخد حقك؟ ملك الملوك ورب الأرباب ويعرف ياخد حقك تالت متلت. بس سلم بين دي، بس أنا عايز حقي فين دلوقتي؟ اهو حالا اديني حقي. أصبر عليه، أصبر عليه. هو عنده قال لو انت غلطت غلطه تحب يحاسبك ويكربجك ويقطع فيك في اللحظه وفي التو، ولا تدي مساحه لما تتوب ولما ترجع وتلاقي رحمه الله؟ اللي تطلبه لنفسك تطلبه لغيرك. ربنا يديني ويدينك نعمه يكون فينا نفس القلب ونفس اتجاه. عبرانيين 12:14 تقول كلمه الله اتبعوا السلام مع الجميع والقداسه التي بدونها لن يرى احد الرب. دايما نعلق على القداسة التي بدونها، لا والسلام مع الجميع كمان. السلام مع الجميع والقداسة، الاثنين دول اللي من غيرهم لن يرى أحد الرب. مش هتيجي قدام الله ولأنك كنت مبرر، لكن كان حاجة بينك وبين أخوك مكسورة. إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي زلتكم. ما تضيعش الفرصة من فضلك، ما تضيعش الفرصة اللي احنا واقفين فيها وموجودين فيها علشان ما تكملش بمرارة وتكملش بجرحة. محتاج تيجي مرة تاني انك تسلم ايديك بين ايديه وتسيبه يشفي جرحك، يشفي ذاكرتك. الغفران عين العقل. قول كده بصوت عالي، ما تقولش لحد، قولها بس بصوت عالي كده ردد. الغفران عين العقل. الغفران عين العقل. لما اختار ده واقوله لنفسي ده اختيار حكيم. للي حابب يدور عن اصلاح العلاقات والغفران دور على اليوتيوب بس اكتب غفران، هتلاقي بدل محاضرة 10-20 محاضرة حاجات تساعدك. ربنا يدي لك نعمة ويديني نعمة فيها. الشيء الثالث والاخير في زمن الايادي المفتوحة، زمن قيادة إلهية، ثم ايضا زمن علاقات صحية. وده صلاتي من كل القلب ربنا يخلق فينا جسد صحي جديد قادر انه يشهد به للعالم اللي حواليه. الحاجة الثالثة والأخيرة زمن مشاركات سخية. طبعا كأني بقول نكتة سخيفة صح؟ في زمن اللي فيه احتياجات ما ليها أول من الآخر، واللي مش عارف مكمل شغله ولا مش هيكمل، واللي نقص راتبه، واللي وأنا جاي أقول لك زمن مشاركات سخية. لو حابب تضحك اضحك براحتك زي ما أنت عايز، لكن أنا مش بسخر من حد، أنا بقول حقيقة. نفسي أقول لك على شيء النهاردة، الحق هيفضل هو الحق. معايا ولا مش معايا؟ الحق هيفضل هو الحق ما بيتغيرش. واحنا بنقول زمن مشاركات سخية عندي نقطتين. نمرة واحد، الإيمان يمتحن. الإيمان ماله؟ يمتحن.
التثنية 15-11 بتقول كلمة الله: افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في أرضك. ده زمن ممكن يكون للخوف، للقلق، للتوتر مكان في حياتك. زمن ممكن يكون للتقطير والحكمة والمسك الإيد بزيادة مكان في حياتنا. ده ممكن. لكن نفسي أقول لك على حاجة تاني النهاردة. من بداية هذه السنة، أنا أول كلمة كنت بقول لك ارجع اتكلم وامسك بالكلمة النبوية. أول السنة دي ربنا اداني اتنبأ واقول انه السنة دي سنة للعطاء المجنون. سنة للعطاء ليه؟ المجنون. المجنون مش في كترته، المجنون في حساباته. المجنون بانه ده مش وقت ادي، لكن انا حدي. ولما حدي في حاجة بتقول لي انا مش خايف، لانه في رب رعية فلا يعوزني شيء. تعرف منين ان هو راعيه لا يعوزني شيء؟ لما اشوف ايدي اتمدت جوه جيبي وطلعت منها وشاركت الغير. انا مصدق فيك انك انت راعيه لا ولن تعوزني شيء. حسابات الله ملهاش دعوه بالواقع. مرات كتير فلسين الارمله كانوا اكتر من كل العطايا اللي اعطاها الاغنياء، لانها من اعوازها. قول معايا: من اعوازها. وانا نفسي اقول لك النهارده، واقول لكل الحبايب في كل مكان، ده زمن الفلسين. ولا واحد قال لي امين. كويس، مراتي ردت علي قالت امين. ده زمن الفلسين. زمن الفلسين يعني ايه؟ يعني هم دول اللي معايا، لكن انا حدي، لكن انا هزرع في ملكوتك. انا مش خايف، لاني شايف ان احتياج عند الله. انا اشكرك انه عندي 3 ربطات خبز موجودين في البيت، مفيش غيرهم، بس جاري ما عندوش ولا ربطه. انا حدي الربطه واحده منهم، واشكرك لان لسه عندي يا رب. وحدي وانا بدي، انا معيش، الاقي حد تاني من الناحيه التانيه جاي عشان يسدد احتياجي وعشان يديني. واحنا قبل ما نبتدي الزمن ده اللي هو الحظر الكلي اللي احنا فيه، اليوم اللي احنا اخر يوم فيه، انا شفت العجب وانا في مكتبي، حد جاي ممكن معلش فلان بس عشان هيتحرج مني، ربنا حطه على قلبي، قول له دول. نفس الشخص اللي بيقول لي ادي فلان ده، انا ربنا مكلمني وانا حاطط في الدرج علشان اقول له ربنا كمان عايز يسدد احتياجك. بعد ما بيطلع الاقي فلان نفسه اللي انا حديله، اللي اخدته من علان، جاي يقول لي انا مشغول بالاخت فلانه ومعيش غير قليل قوي. ايه الجمال ده؟ حد يقول لي ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده والحلاوه دي؟ القلوب اللي بتتحرك ناحيه بعض، وفي اله باصص من فوق، ما يهموش قد ايه ولا بكام، يهمه ان في قلوب بتتحرك بتقول انا حاسس بالاحتياج، انا قادر اشارك، انا قادر اسدد. الطمع والتقطير انا مش خايف منه، لكن ما بين يدي انا قادر احطه وازرعه بين يدين الله. السمير الصالح ادى من احتياجه، وراجل طالع على سفر ومعهوش، لكن قادر انه يشيل كوز الزيت وكوار الدقيق. هيفضل مثل موجود قدام عينينا لهذه الأرملة: اصنعي لي منها أولا كعكة. ليه اصنعي الرجل الله أولا، ما تقليش كوز الزيت وكوار الدقيق عمره ما هيفرغ. 3.5 سنين وهذه المرأة عايشة هي وعيلتها، لأنها أعطت للرب أولا. العطاء والمشاركة، كلمة الله بتقول عنهم: حتى للي انت فاكرهم أعدائك. صدقني دي فرصة ربنا يخلق حاجات جديدة. ازاي؟ في رومية 12 اللي قريناها يقولك: إن جاء عدوك أشكرك، إله عادل ويجي الزمن والوقت يا رب. ما لم ترى عين، ما لم تسمع، أو انت ورتني في فلان، ورتني اللي. لو ده قلبك انت محتاج تتولد من جديد. لو ده قلبك انت محتاج لتبكيت الروح القدس. ان جاع عدوك اطعمه، ان عطش اسقيه. حتى عدوك باركوا لعينيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون الي. قول معايا: انا قلبي زي سيدي. ايوه انا قلبي زي انت هبل ولا سوري لللفظ يعني انت عبيطه ولا ازاي تعملي كده؟
هو اللي علمني كده، هو اللي علمني كده، هو اللي اداني ده، هو اللي منحني ده علشان أكون زيه، عارف إني أعطي وعارف إني أزرع في الحياة زي ما هو عايزني إن أنا أزرع. افتح إيدك، افتح إيدك، ده مش زمن للخوف، ده زمن للمغامرة. ما عرفش كم واحد فينا اليومين دول يحب المغامرات. انت مصدق انه لا ينعس ولا ينام حافظ اسرائيل؟ ما عنديش كان نفسي يكون عندي يا ابوي، كان نفسي يكون عندي وقت احكي لك على قصص كتير، قصص كتيرة كتيرة كتيرة. اتذكر واحد من شبابنا هنا معروف ليكم جميعا كان بيشتغل معانا، راح اتجوز، ولما اتجوز اول ما رجع هو ومراته فنشوه من الشغل، طلعوه من الشغل، وبقى شقة جديدة ومبسوط وفرحان والمدام جي عمل حاجة عجيبة قوي، جي حاجة عجيبة، اللي بين ايديه قسمهم تلت وتلتين، تلت قال لي التلت ده أنا هدفع بيه الإيجار وحناكل ونشرب بيه وفي قرض عليا أنا هسدده، والتلتين قال لي التلتين لو فضلوا معايا مش هيكملوا شهرين تاني. قلت له عايز تعمل ايه؟ قال انا عايز ازرعهم عند الرب لانه لو زرعتهم هو هيكمل معايا الوقت اللي باقي كله. هذا الرجل لو هو سمعني وشايفني 13 شهر لا هو ولا مراته اشتغلوا، وال 13 شهر الله سدد احتياجاته بالكامل بغناه وبنعمته، لأنه عرف إزاي يفتح قلبه علشان يدي وعشان يشارك. أمثلة كتيرة وأمثلة عديدة، لكن كلمة الله بتقول مرة تاني لوقا 12-15، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. الإيمان حيمتحن، وده زمن امتحان. الشيء التاني في زمن المشاركات السخية، نبع المشاركة. نبع المشاركة مش جيبي وجيبك، نبع المشاركة حاجة أبعد من جيبي وجيبك. نبع المشاركة لابد أن يكون من مصدر داخلي. القصة مش عطاء من عدمه، الأمر محسوم أولا في قلب عارف يسلم لإيدين إله يملك عليه، خاضع لإيدين وقدرة إلهية قادرة أنها تعوله، قادرة أنها تتكفل به. كرونس الثانية 9-7 بتقول كلمة الله كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن حزن أو اضطرار لأن المعطي المسرور يحب الله. كل واحد كما ينوي به، حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. قلبك منين ما قلبك موجود هتلاقي كل حاجة غالية موجودة مع قلبك هناك. وربنا بيعلمني وبيعلمنك في هذه الأيام إنه مبادئ الملكوت هتفضل هي الدافع الأعظم لينا في زمن العوز. أعمال 20-35 بتقول كلمة الله مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. افتح إيدك، افتح ايدك. كم واحد اختبر فرح العطاء يا جماعه، فرح المشاركه؟ ما في احلى منه فرح، ما في احلى منه فرح، وبالذات مش انت بتدي وتبقى انت عارف كده الاخر، يعني كويس ان احنا نشارك بعض، لكن اوقات كتيره وانت ما تعرفش ان فلان هو قلبك فرحان لانك شايف الابتسامه، وابوك بيقول لك انا فرحان بيك لانك شلت حته من قلبي واعلنتها لحد تاني. من حقك انك تخاف. انت بتقول ايه؟ انا بقول لك من حقك انك تخاف، بس عايزك النهارده تعمل حاجه زي ما داود قال، ومن كل مخاوفي انقذني. ومن كل مخاوفي عمل فيا ايه؟ انقذني. اكسر الخوف النهارده، دوس عليه. ازاي؟ افتح ايدك وشارك وازرع، وانت هتشوف حصاد الله الوافر. روح يملى كيانك، يملى قلبك ويملى قلبي، علشان تنام مرتاح، عشان تنام مرتاح. تقعدش تحسبها، والورقة والقلم اللي تعبينك واللي قلقانينك طبقهم وحطهم على جنب ولا ارميهم بعيد عنك، وصدق في الإله اللي قادر انه يعولك ولسه هيعولك،
لو كان عدى عليك وقت لسه معتمد على نفسك من تاني وعلى دماغك وعلى اللي معاك، فرصة النهاردة موجودة. الرب بيقول لك وبيقول لي فيها اتكل عليا، اتكل عليا. المتوكلين على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع. لو المطر ما تمطرش بقالها شهور في حياتك، خليني اقول لك اليوم وانت بتزرع بزارك رغم المطر ما مطرش على ارضك، هيجي المطر وهيمطر على ارضك، وعلى قد البذور اللي انت حطيتها على قد ما حصادك هيكون وافر جدا جدا جدا. والاله اللي هيديلك الامل، الاله اللي هيديك الرجاء، الاله اللي هيديك الانتظار والصبر لانك انت صابر لي، هو اللي هيغني حياتك وهيشبعك ولن يعوزك شيء من الخير. ده إله الكريم. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا، أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم. ما يصعبش عليكم اللي كنت مستنياه ومستنياها، هيحسوا بيكم ويسددوا الاحتياج. ما يصعبش عليكم، خلي إيمانك فيه هو بس. بس بس بس. كم واحد مصدق أن الله لسه حي؟ أبويا لسه حي، أبويا مالوها، أبويا لسه حي، أبويا لسه حي، أبويا لسه حي. واحد كان قاعد معايا من سنة معرفة، يعني مش قريب قوي، فبيحكي، فبقول له كذا وكان عندنا احتياج. ليه ما قلت ليش؟ ليه؟ قلت له أقول لك ليه؟ لما أبويا يموت هبقول لك، لما أبويا يموت حابب أقول لك، لأن هو اللي بيكفلنا. وحتى لو عدينا في وقت ناشف قحط متعب، هو لسه حي وعينيه علينا عشان يعدي بينا مشوار المغامرة ومشوار العطاء ومشوار الانتظار إليه، وحيغنينا من تاني. كم واحد مصدق أن إلهنا لسه عظيم؟ كم واحد مصدق أن إلهنا لسه غني؟ كم واحد مصدق أنه غناه لا يستقصى؟ ده أبويا وأبوك صدق فيه النهاردة. ما تخليش الخوف اللي يتسرب إلى قلبك وإلى أعماقك يخنق الإيمان والبذرة اللي ربنا زرعها وحطها في حياتك بقاله سنين. ده وقت أن البذرة تنبت، ده وقت أني أنا أدي، ده وقت أني فرق أعطى المساكين، بره يبقى إلى الأبد. علمنا النهاردة يا رب، علمنا النهاردة أنه ده زمن إيدين مفتوحة، زمن نعرف نحط إيدينا بين إيديك ونسلمها. نفسي عدي في ده مع كل واحد بصورة شخصية، أتأكد منه. صدق فيه، صدق فيه، صدق فيه. وانت بتصدق فيه سلم له، سلم له. صدقني مش هيتوهك، صدقني مش هيوقعك. وانت بتسلم له بتحطه بين ايديه، اللي يقولك عليه اعمله، اللي يقولك عليه اعمله. بلاش دماغ، بلاش تربس دماغك تاني وعقلك تاني واللي انا عايز اعمله ولا مش عاجبني. صدق فيه وسلم واخضع بين ايديه. وانت بتخضع بين ايديه، لما يقولك ادي اخوك، ايوه انت مش سلمتني، ادي، ما تخافش، انا اللي ضمنك. سامح، اغفر، حب زي ما أنا بحبك، وأنا أعلمك حاجة مختلفة. ما نفسيش الزمن يعدي ونكون زي ما احنا، ما نفسيش الفرصة تعدي والامتحان ربنا مديهولنا عشان ننجح فيه يا جماعة، علشان ننجح فيه. ولما ننجح فيه إلهنا هيعمل معانا حاجة مختلفة، هتتسجل في تاريخنا، هتتسجل في تاريخنا وهنسجلها إن إلهنا صنع معانا آيات وعجائب. بارك يا نفس الرب، ولا اوعي تنسي اللي عمله معاك، اوعي تنسي المعروف، اوعي تنسي الأمانة، اوعي تنسي اللي صنع الله في حياتك. النهاردة عندنا احتياج، على قد حالتنا عندنا احتياج. بكرة على فكرة في احتياجات أكبر بكتير جدا. أنا مش خايف من الاحتياجات الأكبر، عارف ليه؟ لأن إلهي لسه أعظم بكتير وكتير وكتير. النهاردة كان بيسدد لك بالخمسين وبالمية، بكرة ممكن يسدد لك بالألوف، لأنه هو غني بكفاية ولأنه هو عظيم بكفاية. تعال معايا النهاردة أقول له رب احنا محتاجين لك، احنا عايزينك عشان قلوبنا تتشفي يا رب، عشان نفوسنا تتغسل من جوه، عشان أعمقنا من جديد يا رب. تيجي تصنع معاها وفيها بمعروفك وبلمسة رحمتك حاجة تشفي البلوك، حاجة تشفي الجلطة اللي موجودة جوانا، اللي بيها ما احناش فاهمين المبادئ، ما احناش فاهمين
الواقع اللي انت حطتنا فيه يا رب. انا محتاج النهارده مع اخواتي، انا محتاج مع اهل بيتي، انا محتاج يا رب شراييني المسدوده. يا رب انا مش خايف من كورونا ولا خايف من وباء، انا خايف بالسم اللي بيجري جوانا واحنا مش دريانين ومش واعيين ليه، اللي ممكن يخنق حياتنا الابديه واحنا مش واخدين بالنا، اللي ممكن يخلينا لا حار ولا بارد لكن فاترين بسبب الفطور. يجي اليوم انت عايز تتقيأنا يا رب، احفظنا انه هذا اليوم ما يجيش على حياتنا يا رب. انا بصلي من كل قلب النهارده ادينا النعمه نيجي قدامك، ادينا نعمه نيجي نسلم بين ايديك، ادينا نعمه بصوره حقيقيه مش مجرد كلمات، لان احنا تعودنا على الكلمات، اتعودنا على العناوين، اتعودنا على الايات، اتعودنا على كل اللي بيتقال واللي احنا عايشينه بقالنا سنين وسنين وسنين. لكن انا بصلي من كل قلبي تعالى هزنا من جوه يا رب، هز اعماقنا، استخدم الوقت اللي احنا عايشينه ده يبقى وقفه صدق قدامك تعمل فيها حاجة حقيقية، بتولد فيها المسيح يسوع جوانا، كل واحد في الحتة الشكل اللي انت شايفها محتاجين نتولد فيها يا رب. ودينا نعمة النهاردة نعرف نتجاوب مع حبك، نعرف نختبره، نعرف نبادلك نوع حبك اللي انت حبيتنا بيه، نعرف نيجي أخيرا، مش بس أخيرا ومع كل يوم، نعرف نسلم اللي بين ايدينا حطه جواك. طالما سلمنا لك تمسك بايدينا، فضينا سجلتنا من الناس، فضينا سجلتنا من عداوة الآخر ومن عداوة نفسنا، وقابلنا بعضنا بعض زي ما انت قابلنا، ومصدقين ان احنا محتاجين احدنا الآخر يا رب. اسكب سكيب لاننا محتاجين الى مزيد في النعمة في علاقتنا وفي امورنا مع بعض يا رب. وانا بصلي في اسمك يا من تغنينا جميعا، تشبعنا من جودك ومن احسانك يا رب بحسب غناك في المجد في المسيح يسوع. ليكن هذا الزمان زمن مشاركات سخية يا رب. شفينا من الخوف، شفينا من القلق، شفينا من مامن، شفينا من المال، شفينا من كل آلهة غريبة موجودة في حياتنا، وعلمنا ازاي نستثمر حياتنا في ملكوتك للمزيد والمزيد من عمل نعمتك، من قلب الرحمة اللي تحطه جوانا علشان ينتشر في كل الناس اللي حوالينا يا رب. شكرا لأننا أغنية بيك، شكرا لأننا ورثة الملكوت، شكرا لأن عندنا المزيد والمزيد. طول ما شفتنا أن احنا أمنا في القليل ما عندكش مانع أنك توكلنا على الأكتر والأكتر والأكتر يا رب. علمني، خد بإيدي، مش عشان تديني أعيش واستمتع في حياتي، لكن عشان أكون قناة بتوسع يوم بعد يوم، ميتك بتجري فيها توصل لأراضي كتيرة حواليا يا رب. باركنا بغناك وبعمل نعمتك، ودينا نعرف ان احنا اولادك وبناتك يا رب في اسم يسوع. من انا لأصير من شعبك من ضايا عليه اسمك، عجبا هل دعوتني أنا لأكون ملكا لك، هل لغريب لضال أثيم أن ينتمي للملك. إذ غرستني في كرمتك، مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب، كل ما في بطني يقول مبارك اسم الرب.
في باطني يقول مبارك اسم الرب. أظهرتني عظيم رحمتك بسفك دماء الحمام. حبك يفوق كل خيالي، بجملة أباركك. مجدا لك قد انشق الحجاب، وأعلنت لنا سرك. فقد صرت لك. سلم له ايدك عشان تكون بالكامل لي. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. كل ما في بطني يقول مبارك اسمك، مبارك اسم الرب. كل ما في باطني يقول مبارك اسم الرب. لو قادر وانت في مكانك واحنا بنختم وانت رافع ايدك للرب، سلمها له مفتوحة، سلمها له مفتوحة. انت بتقول مرة تانية امسك يميني يا رب، جاي اسلمك اللي في حياتي، سلمك كل ما عندي، وعايز اتعلم يا رب، عايز اتعلم ان اعيش في هذا الزمن اللي انت مطالبنا فيه تكون ايادينا مفتوحة يا رب. جايين لك في روح الطاعة، امسك بايادينا. لا نعلم الى اين ولا متى، لكن نعلم شيء واحد وده اللي هيطمننا، ان ايدك مسكانا يا رب. حتى لو صرنا في وادي ظل الموت مش هنخاف شر، لانك انت ماسك بينا. وانا بصلي من كل قلبي النهارده وايدينا مفتوحه ليك يا رب. علمنا النهارده يا رب شكوانا، المنا، مرضنا، جروحنا، وجعنا، شغلتنا تجاه كل اللي حوالينا، القريبين والبعيدين، نعرف نيجي نسلمها بين ايديك يا رب. انا بصلي النهارده املانا من نوع حبك، املانا من قلبك، املانا من عطائك، عشان يبقى عندنا اثمار طليق بالتوبه اللي بيها نعرف نزرع في ملكوتك يا رب، ونعرف نكون ادواتك هنا على الارض في وسط زمن الخوف، ناس بتختبر وتعيش كرم ربنا يسوع المسيح، غنى سخاء عطاياك تكون في حياتنا يا رب. بباركك مرة تاني، بصلي اليوم يا رب كلمتك ما تضيعش، كلمتك ما تضيعش، تيجي في أرض جيدة تصنع ثمر، في اسم المسيح يسوع. آمين.